الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا السيد الرئيس، مرحبا أصحاب المعالي. أنا ظاهر لأن هذا المؤسستين خدماتهم أساسية وضرورية مرتبطة قاع بها استمرار الحياة، وقطعا من الإنصاف ومن الموضوعية أن نختارهم يسيروا بطريقة تضمن لهم الاستمرارية والديمومة، وذاك يتطلب على أن تعود خدماتهم مضبوطة ولا يخلق خرق تعود فهم قوانين رادعة. يقير نختار نقول على أن هذه الخروقات اللي تخلق عندها مسببات، ومونك أن القانون يدور حد يطبق، مونك اللي يعود قابض الإجراءات كاملة، إياك يعود اللي المستفيد من الخدمة مطمئن على أنه انقبضته الاحتياطات كاملة، على أن الخدمة واصلته أولا واصلته بسعر في المتناول، عاقب ذاك راه ولا تعدى هو عليها تعود إلى طبق القانون يعود منطقيا له ما يبرره. هاي الخدمات كيف قالوا بعض الزملاء السابقين ما هي متوفرة لأكثرية الناس، متوفرة ما نقدر نقولها ما متوفرة بشكل نهائي، قال أكثرية الناس خارجة عن التغطية في هذه الخدمات الموجودة، ولا توفرت واللي تسعيرتها ما هي في المتناول. معنا يا رث نعودوا المواطن يعرف على انه لا يدفع تسعيرة الفاتورة على انها في متناوله وانه قاعد يدفعها، ولين تعود ما هي متناوله هو ما يقدر يصيب عن الماء ولا يقدر يصيب عن الضوء، هو يلجئ ذاك التحايل. معناها واحنا كيف دائما نقولوا وقلتوا لأن شكلنا طفرة في إنتاج الطاقة، وعادتم اللي عندنا بالنسبة للمياه مخزونات لا بأس بها في بعض البلدات ويتم توزيعها. إذا هذه الطفرة لين ما تنعكس على التسعيرة تعود بلا معنى، احنا نصدر وننتج، معناها على أن المواطن يتوقع على أن تخلق زيادة في أي منتوج لا تنعكس عليه، وهذا لين ما تنعكس على الفاتورة، لين نقول لكم على أن يتم الأحباس ملانة والناس ما هي قادرة على تدفع هذه الفواتير. ما معناها أن ندور الشركتين يخسروا؟ يقال ندور نخرصوا الطريقة اللي قد يعود المستفيد قاعد يدفع فاتورته، وذاك فيها زيادة الرواتب وفيها مجموعة من العوامل الأخرى اللي يلا يعود متناول المستهلك. نختار مولي الشرع لأن القانون ما تناول المؤسسات في حال تسبت أضرار. احنا نعرف ان ينقطع الضوء وتخسر للناس آليات عندها، وينقطع الضوء وتخسر مولي مواد مخزنة. مسؤولية المؤسسات اللي هي المسبب في القطيع شنو هي؟ هذا المواطن حقيقة يتضرر، احنا ندوروا هنا يتضرر المؤسسة، ردوا لها الاعتبار، قال هنا يتضرر المستفيد، يلا تعود فم رد الاعتبار له ذاك الضرر اللي الحق به. نختار نقول على ان في مجال المياه، على ان مياه ظهر حال قدر من المشاكل، والله زاد هامها تحل قدر من المشاكل في ذيك المناطق اللي واخذوا عليها، قال فيه بعض البلدات اللي ما زالت عندها مشاكل حاده، واحنا وراك ما زلنا فتره البرد، يا رب نفكروا في الطريقه اللي نقدروا نوفروا بها فتره العطش، اشراب ياسر من الناس اياك نسلكم من ذيك المشاكل اللي تعية تخلق، اللي فيها الاحتجاجات المستمره وفيها تنقل الناس من 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 الداخل لنواكشوط، ويشهد نشهده قطعا فتره الصيف مشاكل كبيره. ونختار نطلب من الوزير هون وزير المياه يقول لي شنو هي الحلول اللي يتوقعوا لساكن الدقني اللي فعلا لا ونكفر لهم اللي يجيهم مياه وها مستبشرين بها ومرتاحين لها، قطعا ما نعرفين تلا يجيهم. نختار وحدد لنا التاريخ اللي لا يعود فيه الماء وصل دقني ولا وسابق يوصلهم، شنو هو الحل اللي تقبضوا للصيف الجاي؟ هذه مشكل حد، وهذه ما هو مشكل دقني واحد ومشكل ياسر من بلدات اخرى. واشكركم. شكرا.